السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يختير اللاعب الجزائري عبد القهار قادري أفضل لاعب في مباراة فريقه كورتري أمام نادي زوليخت في الدوري البلجيكي الممتاز، والتي انتهت على وقع التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف في كل شبكة. وشارك قادري أساسيا ضمن تشكيلة ناديه كورتري وقدم مباراة رائعة. ويذكر أن عبد القهار قادري خاض 10 مباريات رفقة كورتري في البطولة البلجيكية هذا الموسم، نجح خلالها من تسجيل 3 أهداف وتقديمه تمريرة حاسمة واحدة فقط، في حين تبلغ قيمته السوقية 1.8 مليون أورو حسب موقع ترانسفيرت ماركت الألماني. وتشير العديد من المصادر أن عبد القهار قادري سيكون في قائمة المنتخب الوطني الجزائري وقائمة بالماضي، نظرا لتألقه الكبير مع فريقه البلجيكي والذي يقدم في مستويات كبيرة تسمح له بالحصول على استدعاء من الكوتش بالماضي. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.